قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ودي رواية ثالثة صحيح، دي في الكتاب الصغير صحيح. وكي وكي ما وكي وكي لا ولكي لا وإذا، هذه رواية ثالثة. واللام حين تبتدي بالكسر وهي إذا فكرت لام الجر، وقد يوضع مكانها كمثل ما تكسر لام، كمثل ما تكسر لام الجر. طيب يقول والفاء إن جاءت جواب والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك وأنا ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طالب المأمور أو في المنع، وينصب الفعل بأو حتى وكل ذا أودع كتبا شتى. تقول أبغي يا فتى أن تذهبا ولن تزال ولن أزال قائما أو تركبا، وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة، واقتبس العلم لكي ما تكرما وعاص أسباب الهوى لتسلما، ولا تمار جاهلا فتتعبا وما عليك عتبه فتعتبا، وما عليك عتبه فتعتبا. وهل صديق مخلص فأقصده، وليت لي كنز الغنى فأرفده، وزرفة التذى بأصناف القرى، ولا تخاصم وتسيء المحضرا، ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أحترمك، وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذو على تمثالي أو فاحذو على مثالي. وإن يكن خاتمة الفعل ألف فهو على سكونه لا يختلف، أو فهي على سكونها لا تختلف. تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. وخمسة يحذاف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، في نصبها يعني الخمسة فألقه الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، وهي لقيت الخير تفعلان ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه يحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون. تقول للزيدين لن تنطلقا وفرقد السماء لن يفترقا، وقاتلوا يا قوم حتى تغنموا وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. يروي أو يشفي ممكن ثلاثي وربع، رواه وأروى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأما الباب الأول وهو باب العدد، فهذا باب من الأبواب المهمة التي يعظم حاجة أو تعظم حاجة الطالب إليه، وذلك لكثرة يعني دورانه في الكلام
ولأنه يجري في بعض أحكامه على خلاف القاعدة المعروفة في التذكير والتأنيث، ولأن الأعداد خصوصا الأعداد التي يعني يعطف بعضها على بعض أو تركب فيها بعض التفاصيل والأحكام، فهذه يعني تمثل صعوبة عند كثير من الناس. ولو أن صاحبها ضبط هذا الباب لسعد بقية عمره به. فأما العدد المفرد يعني من 1 إلى 10، فالعدد 1 و2 يعني يوافقان المعدود، يعني تقول هذا ثوب 1، هاتان يعني مثلا قال الله لا تتخذوا إلهين 2. وإذا قلت مثلا هذا ثوب 2، فيعني يعرف من خلال هذا العدد، فالعدد 1 و2 يعني ليس فيهما أي إشكال. يبدأ الكلام من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فإن كان المعدود مذكرا أنث العدد، وإن كان المعدود مؤنثا ذكر. قال الله تبارك وتعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، وقال في الآية الأخرى 3 ليال سوية. 3 بالتأنيث، أيام الأيام جمع يوم، واليوم مذكر، فيبقى هنا في مخالفة بين العدد والمعدود. العدد 3 مؤنث، والمعدود أيام مفردها يوم واليوم مذكر، فيبقى هنا فعلا حصلت المخالفة. 3 ليال سويا، 3 بدون تاء مذكر، ليال الليالي جمع ليلة، والليلة مؤنثة، يبقى فعلا حصل هنا الموافقة المخالفة بين يعني العدد والمعدود. قال الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما. 7 بالتذكير مع ليال، لأن الليالي يعني جمع ليلة وهي مؤنثة، و8 بالتأنيث، أيام جمع يوم مذكر، فعلا هنا حصلت المخالفة. وهذه القاعدة تدلنا على فائدة جليلة، فائدة فقهية، وهي أن الشهداء الذين يشهدون في الحدود في إقامة الحدود لا بد أن يكونوا رجالا، لا يصلح أن يشهد أو أن تشهد امرأة أو أكثر، لا يصلح، لا تقبل شهادة النساء فيما يتعلق بالحدود. فهمنا هذا من أين فهمنا هذا الكلام؟ من قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. 4 بالتأنيث، يبقى الشهداء مذكرون، طالما أنث العدد يبقى المعدود مذكر، وإذا ذكر العدد يبقى المعدود مؤنث. فمن هذه القاعدة عرفنا أن الشهداء لا بد أن يكونوا ذكورا، لا يصلح أن يشهد النساء. فالعدد من 3 إلى 10 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. هذا الكلام إذا تقدم العدد على المعدود، فإن تأخر العدد جازت المخالفة والموافقة. يعني تقول صمت أياما 3 أو 3، صمت أياما 3، يبقى أنا كده خالفت على الأصل، الأصل في القاعدة المخالفة. صمت أياما 3، أنا كده وافقت بين العدد والمعدود. ما الذي سوغ هذا؟ سوغه تأخر العدد، العدد إذا تأخر لم تلزم المخالفة. تمييز العدد من 3 إلى 10، تمييزه يعني المعدود الذي يأتي بعده. المعدود يأتي جمعا مجرورا، إما أن يجر بالإضافة أو يجر بمن الجارة. 3 أيام 3 ليال
أربعة شهداء، شهداء استغفر الله. فيبقى هنا عندنا المعدود تمييز العدد مجرور ويعرب مضافا إليه لا يعرب تمييزا. أو نجره بمن، ثلاثة من الأثواب، أربعة من الشهداء، يبقى احنا عندنا يجوز أن يجر بمن أو يضاف إلى ما قبله ويكون جمعا مجرورا، يعني شهداء ليال أيام. ما تقولش لا تقول لا تقول مثلا إيه ثلاثة يوم، لا يصلح هذا الكلام. طيب نأتي للعدد المركب من 11 إلى 19، هذا العدد يبنى على فتح الجزئين، يعني ليس معربا، يبنى على فتح الجزئين، الجزء الأول اللي هو 1 أو 3 أو 4 أو 5 أو إلى 9، والثاني اللي هو 10 أو 10، فهذا الجزء الثاني لا بد أن يبنى الجزئان الأول والثاني في الأعداد المركبة. الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين، إلا يعني 12 واثنتي عشرة، فإنهما يعني فإن الجزء الأول منهما يعرب إعراب المثنى، يعني بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 فبني الجزئان على الفتح، عليها 19 و19 مبتدأ مؤخر، لو كان معربا لقلنا مثلا 9 أو 10 10، إنما هذا العدد مركب، العدد المركب مبني على فتح الجزئين. يبقى العدد المركب يبنى على فتح الجزئين إلا العدد يعني 12 أو 12، فالجزء الأول منه يعرب إعراب المثنى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. 12 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، ده مفعول به يبقى نيابة عن الفتحة، وعشرة مبني على الفتح. قال الله تبارك وتعالى: فانفجرت منه 12 عينا. 12 يعني العدد هنا فاعل، 12 فاعل، انفجرت 12، فاثنتا فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم. عشرة يعني هذا الجزء الثاني مبني على الفتح. والله لا أضبط هذا الكلام الآن، هو الخلاصة أنه مبني على الفتح، لكن ضبط التوصيف ده مش ضبط دلوقتي. طيب هذا فيما يتعلق به من حيث الإعراب والبناء، هو مبني ومبني على فتح الجزئين إلا العدد يعني 12 12، فيعني يبنى الجزء الثاني ويعرب الأول إعراب المثنى. طيب وكمان العدد 18 أو 18، هذا العدد مبني على فتح الجزئين لكن يختص الجزء الأول منه بجواز بعض الأوجه الأخرى، وهي يعني في كلمة 18 خصوصا، ثماني اسم منقوص تظهر عليه الفتحة لخفتها، تقول 18 سنة، وممكن أن تسكن ياءه تقول 18، ومن الممكن أن تحذف ياءه تقول 18 بالكسر أو الفتح،
ثمان أو ثمانة. هذا الكلام ذكره الفاكهي رحمه الله تعالى في شرحه على الملح. يبقى يجوز في هذا العدد خصوصا ثماني عشرة حينما يركب. يجوز في الجزء الأول منه، هو طبعا مبني يعني على كل هذا الكلام مبني ليس معربا، فيبنى على الفتح، والفتح يكون ظاهرا وهذا الأصل. ومنه الحديث إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة. الحديث لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة، فبني على فتح الجزئين، وكانت الفتحة في الجزء الأول ظاهرة على الأصل. هذا فيما يتعلق به من حيث البناء. مما فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث، الجزء الأول منه يأخذ يعني الحكم السابق، فواحد واثنان يوافقان المعدود، أحد عشر كوكبا، كوكب مذكر وأحد مذكر. طيب إحدى عشرة امرأة، إحدى مؤنث، امرأة مؤنث. اثنتا عشرة عينا، العين مؤنثة واثنتا مؤنث. اثني عشر نقيبا، النقيب مذكر واثني مذكر. يبقى العدد واحد اثنان يوافقان المعدود، ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. بهذا فيما يتعلق بالجزء الأول منه، الجزء الأول واحد أو اثنان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. طيب عشرة أو عشر يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، يعني هنقول مثلا ثلاثة عشر يوما، لأن اليوم مذكر فنأتي معه بعشر مذكر، وثلاثة مؤنث، يبقى ثلاثة عشر يوما وثلاث عشرة ليلة، ثلاث عشرة ليلة وثلاثة عشر يوما، أربعة عشر ثوبا وأربع عشرة ملاءة مثلا. احنا معانا العدد الأول من ثلاثة إلى تسعة يخالف، والعدد الثاني اللي هو عشرة يوافق المعدود، يوافقه مطلقا، يعني من أحد عشر إلى تسعة عشر العدد الثاني اللي هو عشرة أو عشر هذا يوافق المعدود مطلقا تذكيرا وتأنيثا. الشين يعني يجوز فيها الفتح والإسكان، وفي بعض اللهجات الكسر أيضا عشيرة، لكن القرآن استعمله استعمالا خاصا، فاستعمله بالفتح والإسكان، بالفتح في موضعين وبالإسكان في موضعين. أما العدد المفرد اللي هو عشر أو عشرة وحده، يعني هذا العدد غير مركب إلى شيء، استعمله مع التاء بالفتح ومع عدم التاء بالسكون. قال الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة، ففتحت الشين مع التاء. وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، فهنا إيه؟ لما لم تأتي التاء سكنت الشين، يبقى الشين ساكنة مع التذكير ومفتوحة مع التأنيث. ده فيما يتعلق بالعدد عشرة منفردا. طيب إذا ركب إلى غيره يبقى احنا عندنا العكس، مع التأنيث نسكن ومع التذكير نفتح. قال الله تبارك وتعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، فتحنا الشين مع عدم وجود التاء، عليها تسعة عشر
فتحنا الشين مع عدم وجود التاء، لكن إذا وجدت التاء سكنت الشين. اثنتا عشرة عينا، يبقى الآيات تضبط لك هذا الكلام. يعني من يأتي بالآيات متجاورة هكذا وليال عشر، تلك عشرة كاملة، إني رأيت أحد عشر كوكبا، اثنتا عشرة عينا، خلاص القاعدة انضبطت عنده. ده فيما يتعلق بشين عشرة. طيب، من حيث المعدود، تمييز هذا العدد، تمييز العدد من أحد عشر ليس إلى تسعة عشر، ولكن إلى تسعة وتسعين مفرد منصوب. أحد عشر كوكبا، لم يقل كما كنا نقول يعني أحد عشر كواكب، لا، ولكن هو مفرد، أيضا مفرد مجرور، ليس مفردا، مفرد منصوب، استغفر الله، مفرد منصوب، اللي فات كان جمعا مجرورا. أيضا مثلا اثنتا عشرة عينا، اثني عشر نقيبا، إلى آخره. فيبقى تمييز هذا العدد مفرد منصوب. طيب، العدد من عشرين إلى تسعة وتسعين ليس فيه جديد، يعني العقود عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ليس فيها جديد، يعني هي بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، ليس فيها أي تغيير، لكن هي مرفوعة وعلامة الرفع الواو، وإذا نصبت أو جرت يبقى بالياء، عشرون، عشرين، نصبا وجرا. طيب، العدد المعطوف، يعني من واحد وعشرين إلى تسعة أو تسع وعشرين، ومن واحد وثلاثين إلى تسع وثلاثين، الكلام اللي احنا قلناه في الأعداد قبل ذلك هو اللي هنقوله هنا تاني. يعني واحد واثنان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف تذكيرا وتأنيثا، هذا في كل الألفاظ من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. يبقى العدد من واحد واثنان يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. تقول مثلا عملت في العمل ثلاثة وعشرين يوما، ثلاثة وعشرين يوما، يوما مذكر يبقى ثلاثة مؤنث، ثلاثا وعشرين ليلة، يبقى احنا عكسنا. طيب، العدد من كما قلنا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين تمييزه مفرد منصوب، وهذا كثير في القرآن. مثلا تلاقي الأعداد عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين وتسعين، كلهم موجودين في القرآن. لو نمر عليهم كده سريعا، عشرين أنا نسيه بصراحة، حد فكره؟ عشرين موجود في القرآن. عشرون إيه؟ أيوة صحيح، جزاك الله خير. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، لكن هو في عشرون وبعده تمييز ومفروض منصوب، يعني غير دي كمان. إيه كمان؟ طب نعدي العشرين دلوقتي، ندخل على الثلاثين. قال الله تبارك وتعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، في سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، وقال الله تبارك وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقال فإطعام ستين مسكينا، وقال واختار موسى قومه سبعين رجلا، وقال فاجلدوهم ثمانين جلدة. وفي التسعة والتسعين، التسعين ليست موجودة، تسعة وتسعين الآية المشهورة في صاد، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. فالأعداد يعني من واحد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين كله تمييزها مفرد منصوب. طيب، العدد مئة
ومضاعفاتها، يعني 100 و200 و300 إلى 1000، والألف وما فوق بقى 1000 و2000 و10000 و100000 ومليون وما فوق ذلك. هذه الأعداد تمييزها مفرد، تمييزها مفرد مجرور، مفرد مجرور. 100 مثلا في عدد في القرآن، فلبث فيهم 1000 سنة، 1000 سنة، فجاء التمييز مفردا مجرورا، وطبعا هو يعرب مضافا إليه ولا يعرب تمييزا. طيب هذا فيما يتعلق بالعدد، يعني على اختلاف أنواعه. نأتي بقى للكلام، نأتي للأبيات، أبيات الناظم رحمه الله تعالى، نمر عليها مرورا سريعا. قال رحمه الله تعالى: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. العقود هنا لا يقصد بها اللي هي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90، هي دي معروفة بألفاظ العقود، لكن ليست هذه المقصودة، وإنما يراد العدد مطلقا. وإن نطقت بالعقود يعني بالأعداد، وسميت عقودا لأن العرب كانوا يعقدون الأصابع حينما يريدون التنبيه على عدد معين، يقول لك وعقد بيده يعني 50 أو 60 أو، فيعقد بالأصابع يعني يعمل طريقة معينة بأصابعه، مثلا هذا عدد معين، إذا عمل هذا يبقى عدد معين، كل عدد له طريقة معينة عندهم أنا لا أضبطها، يعني طريقة وضع الأصابع كانت تشير إلى أعداد عندهم، وهذا المقصود بالعقود لأنهم يعقدون الأصابع للدلالة على أعداد معينة. فهو يقول هنا: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهري. هذا الكلام فيما يتعلق بالعدد من 3 إلى 10، سواء أكان هذا العدد يعني مفردا أم مركبا، يعني صدره سيخالف، أم معطوفا أيضا صدره سيخالف، فالعدد من 3 إلى 10 يخالف مطلقا. ده العدد المفرد، إذا كان مركبا أو معطوفا يبقى من 3 إلى 9 سيخالف. يقول: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر، وهذا على خلاف القاعدة، واحذف مع المؤنث المشتهري. تقول: لي 5 أثواب جدد، أثواب جمع ثوب، والثوب مذكر، فأتى معه بالعدد مؤنثا، 5 أثواب جدد. وزم لها أو له على الروايتين 9 من النوق، الناقة مؤنثة لذلك قال 9 لم يقل 9، فذكر العدد ليخالف المعدود، ومثل بمثالين ليبين أن المعدود قد يأتي جمعا مجرورا بالإضافة أو مجرورا بمن. 9 أثواب 5 من النوق، فيعني أراد أن يميز أو يعني يمثل لكل بمثال. ثم قال: وإن ذكرت العدد المركب فهو أو وهو في بعض الروايات، فهو الذي استوجب ألا يعرب، يعني هو مبني، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني، يعني في العدد المركب الجزء الثاني منه يوافق المعدود، 10 مع المذكر و10 مع المؤنث، ده في العدد المركب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي، لا تبالي، يعني افعل هذا وأنت مطمئن لا تخف. ثم مثل قال: مثاله عندي 13 جمانة منظومة ودرة،
جمانة مؤنثة، ثلاثة مذكر، عشرة مؤنث، فثلاث خالف وعشرة وافق، وهذا هو المراد. مثاله: عندي ثلاث عشرة جمانة منظومة ودرة. وعكسها، عكس هذا الكلام، يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، يعني هو اختصر لكنه لم يجحف بالأبواب. عكس هذا الكلام، يعني احنا هو مثل المؤنث، الفاء الحق الهاء مع المؤنث، طب المذكر لا تأتي معه بالتاء، بس هو ذا المعنى. وعكسها يعمل في التذكير، يعني لا تأتي معه بالتاء في عشرة، تجرد عشرة من التاء. قال: وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. وحق يعني ووجب أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم، بعدما تكلم على الأسماء وأفاض فيها وذكر أنواعها دخل على الأفعال. ولما كانت الأفعال كلها مبنية إلا المضارع تكلم على المضارع، مضارع المعرب، يعني في حالتي النصب والجزم، لأن حالة الرفع لا تحتاج إلى شيء، يعني المضارع الأصل فيه أنه مرفوع ما لم يسبقه ناصب ولا جازم، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم رفع، وإذا سبقه ناصب نصب، وإذا سبقه جازم جزم. ولهذا سيتكلم عن نواصب المضارع ثم عن جوازم المضارع. وبهذا يكون قد انتهى من الكلام عن الأسماء والأفعال، والحروف طبعا تقدم الكلام عليها في البدايات، ويبقى الكلام عن المبنيات، وبها ينتهي المبنى. قال: وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. نشرح شرحا، شرحا يعرب إيه؟ مفعول مطلق، نوعه مبين للنوع، جزاكم الله خير. وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم، فينصب الفعل السليم أن ولن وكي وكيل ولكيل وإذا، أو الروايات اللي أنا قلتها في الأول. طيب، أن هذه يعني أم الباب، يعني أصل النواصب. أن هذه يعني عمدة في هذا الباب، ولها من يعني التصرف والكثرة والأحوال ما ليس لغيره. أن مصدرية ناصبة استقبالية. مصدرية يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، وأن تصوموا خير لكم وصومكم خير لكم، تؤول مع ما بعدها بمصدر، تدل على الاستقبال، يعني ما بعدها لا يقع يعني حالا، وإنما أن يحصل كذا يعني في المستقبل، يعني الفعل المضارع بعدها متمحض للدلالة على الاستقبال، المضارع محتمل للحال والاستقبال، لكن إذا دخلت عليه أن محضته للاستقبال. ناصبة، وهذا عملها الذي يهمنا الآن، يبقى هذا الحرف الأول، لكن شرطه ألا يسبق بعلم أو ظن، فإن سبق بعلم أو ما يدل عليه رفع المضارع بعده، وإن سبق بظن جاز فيه النصب والرفع، والنصب أكثر. يبقى احنا عندنا أن الناصبة شرط نصبها أو شرط وجوب نصبها ألا تسبق بعلم أو ظن، فإن سبقت بعلم وجب رفع المضارع بعدها، وإن سبقت بظن جاز رفعه ونصبه، والنصب أكثر.
طيب ما سبقه علم مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، لم يقل سيكون، رغم أن ناصبة، لكن هنا لم تعد ناصبة، بل سبقها بعلمة دل على أنها مخففة من الثقيلة، يعني أصل الكلام علم أنه سيكون منكم مرضى، أنه يعني الحال أو الشأن سيكون منكم مرضى، فأن هنا أن مخففة من أن، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة سيكون جملة خبر أن. فإحنا عندنا هنا أن ناصبة للمضارع، لكن لما سبقها علم، ما سبقها ما دل على علم، رفع ما بعدها ودل على أنها مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها يعني جملة. طيب مثل قول الله تبارك وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون، يرون هنا بمعنى يعلمون، رأى هنا بمعنى علم. أفلا يعلمون، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ألا يرجع يعني أنه، يعني هذا العجل، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فأن هنا مخففة من الثقيلة. قال الله تبارك وتعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأس يعني يتيقن، ييأس هنا بمعنى يتيقن، بمعنى اليقين، اليقين والعلم، هذه المعاني. أن بعدها لا تنصب المضارع. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طيب الظن، كقول الله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، وقرئ وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني بالنصب والرفع، تكون وتكون قراءتان متواترتان، والنصب والنصب أكثر، ولذلك أجمعوا عليه في قول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا، يتركوا منصوب وعلامة النصب حذف النون، ولو كان مرفوعا لقال أن يتركون، فحذف النون هنا علامة على أنه منصوب، ولم يختلف في نصبه في الآية الثانية، آية أحسب الناس أن يتركوا منصوب قولا واحدا، فالنصب أكثر، وإن كان الوجهان جائزين، يجوز أن تنصب المضارع بعدها وأن يرفع بعدها على أنها مخففة من الثقيل. إحنا عندنا أن الداخلة على المضارع تنصبه، لكن أن الداخلة على الجملة الاسمية تنصب اسمها وترفع خبرها. أن بعض الناس قد يخلط بين أن وأن، أن ناصبة للمضارع، أن تدخل على الجمل الاسمية فتنصب اسمها وترفع خبرها. فينصب الفعل السليم أن ولن، لن أيضا من نواصب المضارع، ولن تدل على النفي والاستقبال، وهي أيضا ناصبة، يعني ناصبة ونافية واستقبالية. ونصب المضارع بعدها أيضا كثير، كقول الله تبارك وتعالى: لن ندعو من دونه إلها، على لسان أصحاب الكهف. وقول الله تبارك وتعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، والآيات في هذه في هذا كثير. فلن ناصبة للمضارع كذلك. نعم، لا 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 تعمل، هي ناصبة على طول. لا ناصبة دائما باستمرار. هي ناصبة باستمرار. قال الله تبارك وتعالى على لسان يعني
هذا المؤمن الذي كان يجادل صاحبه يحاور صاحبه في سورة الكهف، قال فعسى ربي أن يؤتيني، يؤتيان بفتح الياء أن نصبت المضارع، أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل، يرسل معطوف على يؤتي، عليها حسبانا من السماء فتصبح أيضا معطوف منصوب مثله، صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع، فلن تستطيع له طلبا، فهنا لن تستطيع، تستطيع منصوب بلن. والآيات في هذا كثيرة جدا. طيب نأتي على الحرف الثالث وهو كي، كي أيضا من نواصب المضارع، بشرط ألا تسبقه اللام، يعني إن سبقته اللام يعني طيب خلينا نذكر. يبقى كي هنا تنصب المضارع أو ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، المهم أن ما بعد كي يعني المضارع بعد كي منصوب. قال الله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وقال لكي لا يكون عليك حرج. فكي المضارع بعدها منصوب باستمرار. وكي يعني إذا يعني جاءت بيبقى أن هي التي نصبت المضارع بعدها، بعده يبقى أن يعني غير ظاهرة، وكي يعني حرف جر، فكي هنا جرت المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. طيب على كل حال يعني دعكم من هذا الكلام، خلينا ندخل على الايه الحرف الرابع. الحرف الرابع إذن، يبقى احنا معنا أن ولن وكي وإذن، هذه الأربعة تنصب المضارع، أن ولن وكي وإذن. إذن لكن إذن لها شروط. شرط إذن أن تكون مصدرة في جملتها، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، وتكون جوابية. إذن هذه جوابية، بمعنى أنا مثلا قلت لك سأزورك غدا، فقلت إذن أكرمك، إذن أكرما بفتح الميم، يبقى الفعل هنا منصوب بإذن، والشرط موجود أنها جوابية متصدرة جملتها لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، فهذه شروط عمل إذن. قال وإذا، يعني أن ولن وكي وكيما وكي، سواء كانت متصلة بما أو متصلة بلا أو لم تكن متصلة، يعني تعمل هذا العمل مطلقا. ترفع إيه؟ ما لا تعمل شيئا، ما لا تعمل شيئا خالص، فهو كي موجودة ينصب المضارع. نعم. إذا إيه؟ طب ليه نجيب الفاء؟ ما فائدتها؟ إذا أكرمك ولو أتيت بها، يعني قد ينصب بعدها ولا يعد هذا فاصلا، ومن نحى من يعني سيعده فاصلا أكيد. هو في إذا، في إذا بعضهم رخص أن يفصل بينها وبين الفعل بالقسم خاصة، وبعضهم رخص بالفصل بالظرف والجر والمجرور، وبعضهم يعني في خلافات بين النحاة، لكن هم متفقون على أنه إذا لم يفصل بين إذا وبين الفعل بفاصل فهذا يستحق أن ينصب ما بعده. فيبقى احنا عندنا الشروط، خلينا على الشروط هكذا، إن هو أن تكون إذا جوابية متصدرة جملتها لم يفصل بينها وبين الفعل بفصل. طب إذا اختلت هذه الشروط أو بعضها رفع المضارع بعدها، يبقى المضارع بعدها مرفوع، يعني إذا قلت إني إذا أكرمك يبقى بالرفع وجوبا،
إني إذن أكرمك، إذا قلت إذن أنا أكرمك، أنت فصلت بين إذن والفعل بفاصل، يبقى ترفع، يبقى الفعل هنا مرفوع لأنه في المثال الأول لم تتصدر إذن، وفي الثاني فصل بينها وبين الفعل بفصل. طيب الحرف اللي بعده اللام، لام لام المكسورة، سواء أكانت هذه اللام لام التعليل أم لام الجحود. لام التعليل تدل على التعليل، قال الله تبارك وتعالى إنا آمنا بربنا، لماذا؟ ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فاللام هنا تعليلية، وقد تكون اللام تدل على العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني لتكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم ساعة التقاطه لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، إنما التقطوه ليكون لهم حبيبا صفيا، ولكن أرادت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه هو يكون لهم عدوا. فاللام هنا تسمى لام العاقبة، لام العاقبة أو لام الصيرورة. فاللام سواء دلت على التعليل أم على العاقبة هي ناصبة للمضارع، أو نقول أن المنصوب بأن مضمرة جوازا بعده. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هنا أن ظهرت، فدل هذا على أن أن هي الناصبة للمضارع حقيقة، وإن كانت اللام هي يعني في الصورة هي التي نصبت. طيب اللام، لام التعليل، وكذلك لام الجحود. والجحود هنا يراد به النفي، لا يراد به أن أحدا يجحد حقا أو شيئا، لا، وإنما يراد بالجحود النفي. وضابط لام الجحود أن تكون مسبوقة بكون ناقص منفي، يعني ما كان ليفعل كذا، مثلا ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، فاللام هنا تدل على النفي مع التركيب، التركيب العام يدل على النفي، لم هنا الجحود، وهو مسبوق بكون ناقص ماضي منفي. ماض ازاي؟ ماضي هو مضارع يكن، اقول ان لم تقلب الزمان، يعني المضارع اذا سبقه لم انقلب زمانه فاصبح ماضيا، لم يكن شيئا مذكورا، ده في المضارع ولا في المستقبل ولا في الماضي؟ لم يكن في الماضي شيئا مذكورا، فيكون هنا مضارع لكن دل على الزمن الماضي لدخول لم عليه، فلم إذا دخلت على المضارع قلبت زمانه فصيرته ماضيا بعد أن كان يعني بين الحال والاستقبال. فاللي هو اللام، لام الجحود شرطها أو ضابطها أن تسبق بكون، يعني كان أو يكن، ناقص يعني يرفع وينصب، يرفع اسمه وينصب خبره، ناقص ماض سواء ماض يعني من حيث الصيغة أو مضارع دخلت عليه لم، منفي، منفي بلم أو لن أو ما، ما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ليعذبهم هنا منصوب بلام الجحود أو بعد لام الجحود بأن مضمرة وجوبا. يبقى اللام حين تبتدي بالكسر، وهي إذا فكرت لام الجر، يعني اللام دي في الحقيقة هي لام الجر، واللام دي ليست ناصب، وإنما المضارع منصوب بأن مضمرة وجوب في الجحود وجوازا في التعليل. فمثلا زرتك لتكرمني، أصل الكلام لأن تكرمني، وبعد كده حصل إيه؟ يعني حذفت أن وفعل المضارع باق على نصبه، يعني كأن الكلام لإكرامك لي، لإكرامك. فاللام هنا جرت المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، جرت المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه.
طيب الكلام ده يعني اذا كان في صعوبه عدي. يبقى احنا عندنا النواصب خدنا منها الى الان خمسه. خدنا منها ان ولن وكي واذا واللام. واذا كنا قلنا ان اللام دي تعليليه واللام الجحود يبقى احنا كده فكناها باثنين، بقى معانا سته احرف. معانا ايضا الفاء، فاء السببيه. وفاء السببيه يعني التي تدل على ان ما بعدها يعني مسبب عما قبله. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، يعني فيتسبب هذا الطغيان في حلول الغضب، فالفاء دي سببية. طيب فاء السببية شرطها أن تسبق بنفي محض، محض يعني لم ينتقض بإلا أو غيره، أو طلب. يبقى احنا عندنا الطلب دون أمر، نهي، استفهام، تمني، حض يعني عرض أو تحضيض، رجاء، ترجي، كل الكلام دون اسمه طلب. فشرط النصب بالفاء، فاء السببية، أو أن ينصب بعدها، أن تسبق بنفي أو طلب. طيب في النفي مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى، مثلا إيه، ولا يؤذن مثلا راحت من الآية، لكن مثلا ممكن نقول صحيح صحيح، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني فيتسبب القضاء عليهم في الموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، عياذ بالله من ذلك. فيموتوا، الفاء هنا سببية والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون، وهذا الدرس الآتي. وهي مسبوقة بنفي محض. طيب بالطلب، مسبوقة بالطلب، مسبوقة مثلا بالنهي، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيحل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتكونا أصله فتكونان، فحذفت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، فهو منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه واقع بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي. مثلا فقلت ادعي وادعو، فقلت ادعي وادعو وادعو ان فقلت ادعي وادعو ان اندى لصوت ان ينادي داعياني. ادعي فقلت ادعي وادعو، ادعي امر وادعو مع بس ده الواو. طيب انا عايز اجيب لكم حاجه تكون ايه. طيب المهم يبقى احنا معانا مثلا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، معنا مثلا التمني كقول الله تبارك وتعالى، قال مثلا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني تمني فأفوز، منصوب بعد فاء السببية المسبوقة بالتمني. الاستفهام، قال الله تبارك وتعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فالفاء هنا سببية مسبوقة بالاستفهام، والاستفهام ده دال على التندم والتحسر والتمني. هنا فيشفع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواريا سوءة أخي. فواريا منصوب بعد فاء السببية لأنه مسبوق باستفهام. لعلي على كلام فرعون لعنه الله،
لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي صرح ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع منصوب بعد الترجي لعلي أبلغ. قال الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لعله ترج أو يذكر فتنفعه بالنصب، لأن الفاء هنا سببية مسبوقة بالترج. يبقى إذا سبق يعني إذا كان الفعل بعد الفاء المسبوقة بنفي أو طلب نصب المضارع بعدها. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فهنا فتبصر منصوب بعد فاء السببية المسبوقة بالعرض والتحضيض. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق منصوب بعد فاء السببية المسبوقة بالتحضيض. يبقى عندنا هنا قاعدة إن فاء السببية إذا سبقت بنفي أو يعني طلب نصب المضارع بعدها. وكذلك قال هنا إيه بقى، والفاء حين والفاء إن جاءت جواب النفي والجاء والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي وفي جواب ليت لي في جواب التمني وهل فتن الاستفهام وأين مغداك يعني مكان غدوك وأين مغداك استفهام وأن أيضا الاستفهام ومتى أيضا الاستفهام. يبقى إذا سبقت بنفي أو طلب نصب المضارع بعده. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. الواو إن جاءت بمعنى يعني جاءت واو المعية، واو تدل على معنى مع، وهي مسبوقة بنفي أو طلب أيضا. قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما هنا نافية ويعلم ديا وهو المعية، لما يعني يكن منه هذا العلم ويعلم الصابرين. فهنا وهو المعية والمضارع بعدها منصوب. مثلا قول الله تبارك وتعالى يا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نكذب نكون المضارع منصوب بعد نكذب لأنها واو المعية المسبوقة بالتمني، ونكون معطوف على المنصوب منصوب مثله. قال الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني لا يكن منكم لبس للحق وكتمان، لا تجمعوا بين يعني هذين الأمرين، يعني هو يوبخهم على فعلهم. ومعلوم أن كل فعل من الفعلين منهي عنه أصالة وأيضا منهي عنه على سبيل الجمع. طيب الأمثلة يعني ستأتي أيضا في قول أو في كلام الناظم رحمه الله تعالى. والفاء إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع وينصب الفعل بأو وحتى وكل ذا أودع كتبا شتى. أو وحتى أيضا من نواصب المضارع. أو تأتي بمعنيين، بمعنى إلى أن يعني تدل على معنى الغاية، أو إلا أن يعني كأنه معنى الاستثناء. فمثلا أو بمعنى الغاية قول الشاعر
لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب إلى أن أبلغ المنى، يعني غائية تدل على أننا سأستسهل الصعب يعني إلى أن أصل إلى هذه الغاية. لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. مثلا لأقاتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم يعني إلا أن يسلم فلا أقاتله، يعني فهنا أو بمعنى إلا أن. لألزمنك أو تقضيني ديني، يعني إلا أن تقضيني ديني فلا ألزمك، أو لألزمنك إلى أن تقضيني ديني. فهنا أو من الممكن أن تكون ب يعني المعنيين، يعني تحتمل المعنيين. ده يعني لا يلزم ان هي تكون او هنا بمعنى الى ان او الا ان، لا يلزم، يعني هو ممكن تكون عاطفه، عاطفه عادي خالص. معي حضرتك؟ يعني ربنا عز وجل يخيرهم، يعني يخبرهم انه انهم سيقابلون ناسا، وان يعني قدامهم يعني شيء من اثنين، اما القتال واما ان يسلم، يعني لم ليس المقصود تقاتلونهم الا ان يسلموا او الى ان يسلموا، لا ليس هذا المراد، المراد التخيير او الاحتمال، يعني ان هذا او هذا. تقاتلونهم او يسلمون، الله قد يكون ده على تقاتلون، قد يكون، انا مش ضابط هذا الان يعني. طيب يقول وحتى ايضا تنصب المضارع او ينصب بعدها بان مضمره وجوبا ايضا، بشرط ان يكون ما بعدها مستقبلا، ان يكون ما بعدها مستقبلا. فقال الله تبارك وتعالى حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى أن تفيء إلى أمر الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح حتى يرجع. فهنا الفعلان منصوبان، أو المنصوب بلن والثاني منصوب بحد. لا تنفقوا، ده كلام المنافقين يحكيه الله سبحانه وتعالى، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني لينفضوا. يبقى حتى هنا تعليلية ناصبة للمضارع، والمضارع منصوب بعدها وعلامة نصبه حذف النون. هذه يعني نواصب المضارع. ثم مثل لها فقال تقول أبغي يا فتى أن تذهب، أن نصبت تذهب، علامة النصب الفتحة الظاهرة. ولن أزال قائما أو تركب، لن أزال، فهنا أزال منصوب بلن، علامة النصب الفتحة الظاهرة. أو تركب يعني إلى أن تركب أو إلا أن، فهنا أو هنا أيضا ناصبة لتركب فعل مضارع. وجئت كي توليني، كي توليا، هنا الفعل آخره ياء، ومع هذا ظهرت عليه الفتحة لخفتها. وكذلك لن ندعو من دونه إلها، ظهرت الفتحة لخفتها، فالفتحة تظهر على الواو والياء ولا تظهر على الألف، وهذا الذي سيأتي، لأن نحن عندنا الألف لا تقبل الحركة أبدا. قال وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أبلغ اليمامة، منصوب بعد حتى. واقتبس العلم لكي ما تكرما، منصوب بعد حتى. وعاص أسباب الهوى لتسلم، بعد لام التعليل. ولا تمار جاهلا فتتعب، فالسببية المسبوقة بالنهي، ولا تمار جاهلا فتتعب، فيترتب
مراء لهذه على هذه المماراة فلا فيترتب عليها التعب. ولا تمار جاهلا فتتعب، وما عليك عتبه فتعتب. ما عليك عتاب هذا الجاهل، هذا الجاهل لا يصلح معه العتاب. فتعتب يعني إذا عاتبته سيترتب على هذا أنك ستلام، أنت اللي هتلام في الآخر بعدما تكون يعني تلوم هذا الجاهل، تلام على أنك لومته، هذا أصل لا يصلح للوم. وما عليك عتبه، عتبه يعرب إيه؟ عتبه مبتدأ مؤخر، صحيح، جزاك الله خير. هو هنا يعني التشكيل في بعض الإشكالات. وما عليك عتبه فتعتبى، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني المجهول، فتعتبى بضم التاء الأولى. وهل صديق مخلص فأقصده، يبقى ما عليك عتبه فتعتبى، فالسببية المسبوقة بنفي. وهل صديق مخلص فأقصده، يبقى المضارع المسبوق بفاء السببية المسبوقة بإيه؟ باستفهام. وليت لي كنز الغنى فأرفده، فالسببية المسبوقة بالتمني. وزر فتلتذ بأصناف القرى، الفاء السببية وزر مسبوقة بالأمر. وزر فتلتذ بأصناف القرى. ولا تخاصم وتسيء المحضرة، يبقى واو المعية المسبوقة بالنهي، لا تخاصم بالنهي. ولا تخاصم وتسيء المحضرة. ومن يقول إني سأغشى حرمك، سأزورك وآتي عندك، فقل له إني إذن أحترمك. لكن التمثيل هنا في خطأ، وهو أن إذن لم تصدر، لم تتصدر في جملتها، وده شرط يعني يبطل عمله، يجعل المضارع بعدها مرفوعا، لكن لعل الوزن ألجأه رحمه الله إلى ذلك. ومن يقل إني سأغشى حرمك، فقل له إني إذن أحترمك. وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا، تنزل فتصيب، فهنا فالسببية المسبوقة بالعرض. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذ على مثالي، يعني هذه أمثلة لما تقدم. وإن يكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، إن يكن خاتمة الفعل ألف، فالألف لا تقبل الحركة، لا تظهر عليها الفتحة، فهي على سكونها، يعني رفعا ونصبا لا يتغير الأمر، فهي على سكونها لا تختلف. تقول لن يرضى أبو السعود، يرضى ساكن الآخر، فهنا نقول إن هو منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. حتى يرى نتائج الوعود، يرى منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ثم قال وخمسة يحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف. خمسة يعني خمسة أمثلة، خمسة أوزان، يحذف منهن الطرف يعني النون التي في الآخر في نصبها حينما تنصب فألقه، ألقي الطرف ولا تخف. وهي لقيت الخير يفعلان وتفعلان، فاعرف المباني، تفعلان الأول، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. يبقى الفعل المضارع إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة فاعل، يعني تعرب هذه الثلاثة فاعلا. وثبوت النون علامة الرفع، وحذف النون علامة النصب والجر والجزم، استغفر الله، جزاك الله خير. وسميت هذه الأمثلة خمسة لأن الواو معها ياء وتاء يفعلون وتفعلون، والألف معها ياء وتاء يفعلان وتفعلان، والياء ياء المؤنثة ليس معها إلا التاء تفعلين، فهي خمسة من هذه الجهة.
وهي أمثلة، يعني أحسن أن نسميها بالأمثلة الخمسة بدل من نسميها بالأفعال الخمسة، لأنها ليست أفعالا محصورة، وإنما هي طرق معينة، ما جاء عليها فهو يعني يأخذ حكمها. لكن في الأسماء الستة كانت كلمات محصورة، فلهذا سميت الأسماء الستة، وهنا نقول الأمثلة الخمسة. ثم مثل لها في حالة النصب فقال: تقول للزيدين لن تنطلقا. تنطلقا منصوب وعلامة نصبه حذف النون، تنطلقان. وفرقد السماء، يعني النجمان فيه، وفرقد السماء لن يفترقا، أصل يفترقان حذفت النون. وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، أصل حتى تغنمون فحذفت النون. وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، يعني كيما يسلمون فحذفت النون للنصب. ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يعني حتى تسعدين، لكن حذفت النون لأجل الناصب. ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يشفي أو يروي الصدي. وبهذا نكون قد مررنا على هذا الباب، ويبقى لنا إن شاء الله تعالى جوازم المضارع والمبنيات في المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.